السلام عليكم أهلا دكتورة، وعليكم السلام. يا شباب، أخبارك؟ تمام، الله يسعدك. يا رب دايما. كيفك أنت؟ شو أخبارك؟ والله ماشية الأمور الحمد لله. الحمد لله. دكتورة، نزلت تجميعنا من 50. لسه في شوية، يعني أغلبية خلصوا اللي قدموا السيمينار ولسه في البعض. تمام، بس ان شاء الله تعالى مؤكد بامر الله على مدار اليوم، او لو عايزين هي بتبان لكم على بتظهر لكم على الموقع. نعم دكتوره، العلامات التوتال من 50 بيظهر لكم على الموقع. بنزلوا. طيب، عموما انا الاغلبيه يمكن نزلتها، والبعض بس لسه في، يعني لما نشوف وضعهم النهارده في تقديم السيمينار بتاعهم. اوكي دكتوره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. محاضرة ولا في حد بده يناقش؟ لا، النهاردة هبتدي المحاضرة واشوف عامل الوقت هيوصلنا لفين يا محمد. تمام ان شاء الله. خلينا بس نخلص ايه موضوعنا الاهم. طيب، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة ان شاء الله هنتكلم في موضوع المود ديس اوردرز. المود ديس اوردرز هو ما يعرف باضطرابات المزاج أو الأفكتيف ديس أوردر، اضطرابات المزاج أو الاضطرابات الوجدانية. طيب، لما نيجي نتكلم عن المود ديس أوردرز بنقول إن هي ديس أوردرز كاركترايزد باي إكستريم أند أنورنتد ديستربنس إن فيلينج أور مود. يعني مجموعة من الاضطرابات زي ما إحنا متفقين، اضطرابات في مجال المزاج أو في المزاج أو الحالة المزاجية أو الشعورية للشخص. مود ديس اوردرز عموما، المود ديس اوردرز او الافكتيف ديس اوردر بتوليها كلاسيفيكيشن لما يعرف ب اليوني بولر افكتيف ديس اوردر والباي بولر. يوني بولر يعني احادي القطب، يوني يعني احادي. فاليوني بولر افكتيف ديس اوردر هي مجموعه من الديس اوردر تختص بانواع الدبريشن فقط، يعني تختص بحالات الدبريشن او بالانواع المختلفه من الدبريشن. تمام، ده بالنسبه لليوني بولر. بالنسبه للباي بولر، باي بولر يعني ثنائي القطبين. باي بولر هنا مجموعه الديس اوردر هنا تختص بالباي بولر افكتيف ديس اوردر، تختص بحالات الدبريشن والمانيا، حالات الدبريشن والمانيا والاكتئاب والهوس. طيب، يبقى اذا لغايه دلوقتي احنا توصلنا لان انا عندي الكلاسيفيكيشن المود ديس اوردر او الافكتيف ديس اوردر، هناك ما يعرف ب اليوني بولر افكتيف ديس اوردر بين قوسين انواع مختلفه من الدبريشن فقط. اما الباي بولر افكتيف ديس اوردر فمعنيه بالدبريشن مع المانيا. طيب، لما نيجي نتكلم عن اليوني بولر، اليوني بولر افكتيف ديس اوردر، يوني بولر زي ما احنا اتفقنا مختصه بانواع الدبريشن المختلفه. وانواع الدبريشن عندي كالتالي، في انواع كتير، بعض منها كالتالي: ما يعرف بالام جي جي. الام جي جي ابريفيشن لايه؟ ميجور ديبريسيف ديس اوردر. تمام، ميجور ديبريشن او الميجور ديبريسيف ديس اوردر، ميجور يعني شيء كبير. تمام، ما دام في ميجور يبقى انا عندي في ايه؟ ماينور، وهنفرق بينهم. اذا انا عندي الميجور ديبريسيف ديس اوردر او ما يعرف مرادف ليه السيفير ديبريشن او السايكوتيك ديبريشن، كلها نفس الايه؟ المرادفات. اوكي، يبقى اول تايب عندي في اليوني بولر افكتيف ديس اوردر هو الام جي جي، الميجور ديبريسيف ديس اوردر. في عندي انواع اخرى للديبريشن، عندي الماينور ديبريشن. تمام، عندي كمان البري منسترال ديسفوريك ديس اوردر قبل الولاده. نعم، اكتئاب ما قبل الولاده، بوست بارتم. تمام، والبوست بارتم ديبريشن، في انواع كتير من الدبريشن. تمام، طيب ده بالنسبه لليوني بولر. بالنسبه للباي بولر، الباي بولر افكتيف ديس اوردر في عندي نوعين، في باي بولر 1 وباي بولر 2، وهنفرق بينهم في الشرح ان شاء الله. في عندي من المود ديس اوردر في سايكوسايميك اللي هو تأرجح المزاج، في المود ديس اوردرز اللي هي سكندري الناتجه من جنرال ميديكال كونديشن، ان الشخص عنده مرض معين، كرونيك ميديكال بروبلم او اورجانيك بروبلم، وأورجانيك أو سيريس، وتباعاً بيعاني من المود ديس أوردر شيء سكندري لهذه الميديكال كونديشن. في سبستانس اندوسد مود ديس أوردر، مود ديس أوردر ناتج من
حالة الأبيوز أو المسيوز لبعض الدرجز، دي المود ديسوردر. طيب هنبتدي نتكلم عن أول طيب عندي من الدبريشن اللي بيندرج طبعا تحت اليونيبولر افكتيف ديسوردر اللي هو إيه؟ الميجور دبريشن. إيه هو بقى الميجور دبريشن أو الميجور ديبريسيف ديسوردر؟ مود ديسوردر، تمام؟ اضطراب في المزاج. طب ايه الكومبلين، ايه الكلينيكال مانفستيشن اللي بتظهر على المريض؟ كالتالي ماركت باي فيلينج اوف جريت سادنس. يبقى هنا ما ينفعش نقول سادنس، لازم نقول ايه؟ جريت سادنس، تمام. بين قوسين الحزن الكبير او الحزن اللي بكم كبير عند الشخص اللي عنده الام دي دي بيتسبب له في نوع من الالم النفسي سايكولوجيكال بين. مش كل البين يا جماعه اورجانيك، يعني مش منطقه معينه في جسمي بتوجعني فهو ده اللي ده البين فقط، لا، في عندي فيزيكال بين او اورجانيك وفي سايكولوجيكال. الالم النفسي هو الايه؟ هو المعنى الحقيقي لكم ونوع الحزن اللي عند الشخص بتاع اللي عند الشخص مريض الام دي دي. نتيجة هذا الحزن أو هذا الكم الكبير من الحزن أو من الألم النفسي، في إيه كمان؟ في حالة من الديسبير، ديسبير اليأس، جلد، الذنب، الشعور بالذنب، worthlessness، الشخص بيشعر إن لا قيمة له، عديم القيمة، hopelessness، مع طبعاً ما فيش أمل، ما فيش فايدة، كلها مشاعر إيه؟ مقترنة بحالة الحزن الغير طبيعي اللي بيمر بيها المريض. And the loss of ability to experience pleasure as well as psychological and social and occupational disability. The loss of ability to experience pleasure اللي هي بين قوسين الأنيدونيا اللي اتكلمنا عنها قبل كده، تمام؟ موضوع سيبتوماتولوجي. الشخص بيفقد المتعة أو في حالة من انعدام المتعة، لا يستمتع بشيء، لا يقبل على أنشطة تمتعه، حتى لو أجبر أو تشجع على أن يمارسها لم تعد إيه تجعله يشعر بالاستمتاع. نظراً للحزن اللي هو فيه، هو في حد بدرجة الحزن دي هيقبل على أي نشاط يبسطه؟ أو لو مارس نشاط معين هيبسطه؟ لا طبعاً. طبعاً. حالتين متناقضتين تماماً. يبقى إذن بالإضافة لهذا في حالة من الديسابيليتي على المستوى الجانب السوشيال والإكيوبيشن. كمان أداء وظيفته الاجتماعية بتتأثر. تخيل أي حد فينا كده يبقى متضايق شوية ولا محبط ولا يعني يشعر بحالة كده من خيبة الأمل كرد فعل لأي موقف مر به، هل هيبقى متفاعل مع الغير؟ حياته الاجتماعية هتبقى طبيعية؟ لا، غالبا هذا الشخص بيرفض إيه؟ بيرفض التفاعل الاجتماعي مع الآخر، فنلاقيه هنا عايش بين قوسين في حالة عزلة أو حالة من الانطواء social withdrawal، تمام؟ and occupational disability. طيب أداء أي شخص الوظيفي هيبقى شكله إيه؟ أكيد هيتأثر وهيبقى في حالة تضهر يعني، تمام؟ إحساسه بالحزن، إحساسه إنه ما فاقد المعنى في الحياة، فاقد المعنى للمستقبل، الحالي أسود فاللي جاي أسود، ما فيش فايدة، ما فيش أمل، لا قيمة له من وجوده في الحياة، لا معنى له من وجوده في الحياة، كل هذه المعاني، حالة اليأس وخيبة الأمل اللي بتنتابه، كل ده هيأثر على كمان إيه؟ أداء الوظيفي بين قوسين، سواء كان طالب، سواء كان موظف، سواء كان ربة منزل، أيا كان طبيعة عمل الشخص، فبالتالي هيتدهور. يعطيك العافية دكتورة فاطمة. أهلا بيك، أهلا وسهلا. محمود دكتور عشان الدسكشن. طب يا محمود بس خليك معانا وأنت هتعرف إيه الوضع بعد ما خلص المحاضرة. يلا بس. تمام؟ فإذا دي الإيه؟ دي كلينيكال مانفستيشن اللي تتبع الام جي جي. هي بس كده؟ لا، احنا هنا لما بنتكلم عن الميجور ديبريسيف ديس اوردر نيجي نصنفه نقول هو بيندرج تحت الفانكشنال سايكوزس، تمام، تحت الاضطرابات الذهنيه الوظيفيه. ما دمت بقول في اضطرابات ذهنيه يبقى بين قوسين لازم يكون في عندي هالوسينيشن وديليوجن، تمام. يبقى الكي سيبتوم هنا عندي ايه؟ بالاضافه للاعراض اللي احنا اتكلمنا فيها كمان في عندي اعراض ثانيه اساسيه لهذا الديس اوردر، هي سايكوموتور، حاله من السايكوموتور ديستربنس. يعني ايه بقى سايكوموتور؟ حركي، سلوك حركي، ايه؟ اضطرابات حركيه نفسيه. الجانب الحركي او سلوك حركي لفظي، مش كده؟ او الجانب الحركي واللفظي، ده وضحناها قبل كده لما مرت علينا في مواضع عده. فاذا السايكوموتور الجانب اللفظي والحركي مالهم؟ هيبقى فيهم مشكله. ما دام سابها لي كده يعني قال لي هنا سايكوموتور ديستربنس، يبقى احنا نتوقع شيء وعكسه.
ايش اللي هو سايكوموتور ريتارديشن؟ ايه النقيض والعكس السايكوموتور اجيتيشن؟ يبقى انا وارد جدا ان انا الاقي المريض في حاله من السايكوموتور ديسترب سايكوموتور ريتارديشن. يعني ايه سايكوموتور ريتارديشن؟ يعني حلاقيه ميوت تمام ما بيتكلمش بالمره وايموبايل وساكن. احنا متفقين النشاطين دول ملتزمين ببعض، هو حاله من السكون وحاله على مستوى الحركه وحاله من الصمت على مستوى الكلام، دي سايكوموتور ريتارديشن اب تو سايكوموتور اجيتيشن. النقيض الوضع اللي انا ممكن الاقي فيه المريض والعكس اللي هو السايكوموتور اجيتيشن. يعني ايه؟ يعني في حركه عنيفه او تصل لحد الاجيتيشن، حركه من الهياج ويصاحبها برضو ايه سرعه في الكلام تمام. ده السايكوموتور ديستربنس. بالاضافه للميجر ديبريسيف ديس اوردر برضو بنلاقي في السايكوتيك فيتشرز الديليوجن والهالوسينيشن. دي الكلينيكال مانفستيشن للام دي دي. اي استفسار؟ تمام. استكمل عندي ده احنا هنا من اول الميجر ديبريشن احنا بنتكلم عن اليونيبولر، على الايه؟ عن الكلاسيفيكيشن اوف يونيبولا او الكاتيجوري اوف يونيبولا، انواع الدبريشن، وابتدينا بالام ميجور ديبريسيف. تاني طيب عندي من الدبريشن هنتكلم عنه المايور ديبريشن، ما دام في ميجور يبقى في ماينر. طيب ايه الكلينيكال مانفستيشن بقى؟ الكلينيكال مانفستيشن جتالي كاركترايزد باي ديبريسد مود، مزاج برضو ايه؟ الشخص سيء، بمعنى انه ديبريسد يعني ايه؟ يعني لو مود. يعني ايه؟ يعني حاله من السادنس تمام. بس حاله السادنس اللي عند المريض الماينور ديبريشن اقل شده او اقل حده من المريض اللي عنده الميجور ديبريشن. يبقى انا عندي ديبريسد مود، عندي انهيدونيا تمام، which is not in severity is not of severity of MDD. يعني حاله السادنس، حالة الانهيدونيا مش بنفس حدة او بنفس شدة الايه؟ الام دي دي تمام؟ هل الماينور ديبريشن في الديبريسد مود وفي الانهيدونيا فقط؟ لا، في كمان كلينيكال مانفستيشن اخرى، منها ايه؟ بور اور انكريزد ابيتايت، الشيء وعكسه، يعني في خلل في الابيتايت وفي خلل في منطقة السليم. بس ايه نوعيه الخلل او نوعيه الديستربنس؟ يا اما بور ابيتايت، شهيه المريض بتبقى ضعيفه فبالتالي الانتاج قليل، او انكريز، حاله من البولي او الهايبرفيشيا. بور اور انكريز سليب، نفس القصه، يا اما عنده انسوميا ارق، يا اما عنده هايبر سوميا. لو انرجي، طاقه المريض، طاقه لدى المريض ضعيفه. يعني ايه ضعيفه؟ يعني بيبتدي يومه وهو ايه؟ ما عندهوش قدره على انه يقوم بنشاط معين او يتحمل عده نشاطات يؤديها على مدار اليوم. مجهوده وطاقته وجهده ضعيف. لو سيلف استيم، كمان تاثيره الذاته متدني. يعني ايه بقى لو سيلف استيم؟ يعني هو شايف نفسه ازاي؟ تمام؟ تفاعلاته مع غيره ما في ثقه بالنفس يعني. بالظبط، هي بتعكس السلف كونفيدنس. يبقى انا عندي هنا السلف استيم زي ما اتفقنا، او السلف كونفيدنس او السلف كونسبت، هو انا شايفه نفسي ازاي، شايفه مقدره نفسي ازاي، بناء على القدرات الحقيقيه اللي انا بمتلكها، وبناء على ايضا النقص اللي عندي، فبتبتدي ان انا ايه نظرتي لنفسي اللي بتنعكس من خلال سلوكي مع غيري. يعني انا اعرف ازاي ان اللي قدامي السلف استيم وضعه ايه؟ من خلال تفاعلاته مع الغير، او الوضع الطبيعي او النموذج الطبيعي ما يعرف به البوزيتيف او رياليستيك سلف استيم، اللي هو العادي، الشيء العادي ان احنا تقديرنا لذاتنا واقعي بما يتماشى مع ملكاتنا وقدراتنا وايضا مواضع الضعف لان احنا بشر. لكن النماذج اللي فيها abnormality هي او اللي فيها disturbance اللي هي يا هاي سيلف استيم يا لو سيلف استيم. هاي سيلف استيم هنا الشخص هنا شايف نفسه ايه؟ فريد من نوعه، شايف نفسه بيحتل مكانه لا احد عليها. فانا ايه اللي بيخليني اعرف ان اللي قدامي عنده خلل في السيلف استيم بالشكل ده؟ من خلال ايه؟ تصرفاته مع اللي حواليه، تفاعلاته والاتيتيود بتاعه مع اللي حواليه. نفس القصه في اللو سيلف استيم، هو بينظر لنفسه نظره دونيه.
في بور كونسنتريشن، الاتنشن والكونسنتريشن، الكونسنتريشن والكوجنيتيف فانكشن بتتاثر برضو، في ضعف في الانتباه والتركيز. يمكن احنا قبل كده فصلنا ايه علاقه البور اتنشن والكونسنتريشن بتحديدا ايه سببها عند المريض. نرجع للان اتنشن والبور كونسنتريشن او الدستراكشن لوجود سايكوتيك فيتشرز، لان المريض عنده ديليوجن، المريض عنده هالوسينيشن، كل اهتمامه وكل شغل الشغل ايه ان يتكلم في كونتنت الديليوجن اللي عنده، او انه ينشغل مع الاصوات اللي بيسمع لها، او مع الاشياء اللي بيشوفها وهي مش موجوده في الواقع. فهنا ده سبب من اسباب الايه ضعف الانتباه والتركيز. فيلينج اوف هيلبلسنس بالاضافه لايه لوجود طبعا حاله من فقدان الامل والياس. اوكي، اي استفسار نكمل؟ ممكن سؤال دكتوره؟ مني اتفضل. الله يسلمك. بس نقدر نقول انه الجي اي بروبليم بس مرتبط بالديبريشن الجي اي؟ الجاستروينتستينال تراكت يعني ولا ايه؟ الجهاز الهضمي، مشكلات الجهاز الهضمي يعني مرتبطه بس بالديبريشن؟ لا ليش؟ ولا بالهلوسينيشن الهلوسينيشن؟ انت بس مثلا المريض اللي عنده ديبريشن مش بنحكم عليه ممكن شخص من خلال جي اي بروبليم اذا عنده؟ وارد في فيسيولوجيكال. شوف انا اتكلمنا عنها في موضوع في السيبتوماتولوجي قبل كده، في فيسيولوجيكال بروبلمز او كومبلين مع المود ديس اوردر وتحديدا في حاله الدبريشن. ايه اللي بيحصل؟ قصدي يعني مش على انك انت قلتي بور او اور فيز ابيتايت. اللي انا قصدي عليه ايه؟ اللي قصدي عليه بس اللي انا قصدي عليه ان احنا واحنا بنتكلم عن منتال ديس اوردر، ولكن الكومبلين بتاعه المريض مش كلها تختص بالجانب السايكولوجيكال، في جانب فيزيكال، في فيزيكال كومبلين او ميديا او اورجانيك كومبلين عندي، منها شهيه المريض بيبقى فيها خلل. طيب الخلل ده ممكن يكون ايه شكله؟ يا بور يا انكريز ابيتايت، لكن هي ملهاش علاقه بوجود جي اي تي بروبلم، جي اي تي يعني جاستروينتستينال تراك ديزيز في السيستم نفسه، لكن هي الكومبلين الاورجانيك كومبلين او فيزيكال كومبلين عندي هنا في حاله الدبريشن ان المريض مش مقبل على حياه، فبالتالي بيتاثر الشهيه عنده. قد تصل في حالات بس حالات السيفير دبريشن الشهيه عنده او اقباله على الاكل يصل لحد الرفض تماما، الفود ريفيوزل. يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا عندي منتال ديس اوردر ولكن في كومبلين فيزيكال او اورجانيك يعني. تمام. وضحت؟ بس مش بس في الجي اي تي بروبلم، يعني مش بس المريض الاكتئاب عنده جي اي تي بروبلم، عنده مشاكل ثانيه، عنده مشاكل في النوم مثلا، عنده مشاكل في الهيجين، عنده مشاكل فيزيكال اخرى يعني. تمام. اي استفسار اخر؟ طيب ننتقل لنوع اخر من الدبريشن اليوني بولر برضو، اللي هي بريمنسترال ديسفوريا او بريمنسترال ديسفوريك ديس اوردر. من عنوانه طبعا هذا الديس اوردر بيأثر على السيدات في خاصة في فترة ما قبل المنسس او البيض. ايه الكومبلين لدى السيدات؟ كالتالي: في ديبريسد مود، انكزايتي، مزاج متقلب، حالة من الاكتئاب والحزن، مود سوينجز، مزاج متقلب، بيبقى في تأرجح في الحالة المزاجية لدى المرأة من الوضع العادي المستقر المعتاد عليه لتغير مفاجئ، في حاله من الانهيدونيا ايضا، decreased interest in activities. طيب طبعا كل الكومبلين دي عاده بتحصل في فتره اسبوع prior to menses، قبل المنستريشن، وبالتدريج بتبتدي تقل subside shortly after onset of menstruation، بتبتدي تقل بعد كده. ده كان كلامنا عن اليوني بولر. طيب الباي بولر affective disorder. الباي بولر هنا بنتكلم عن اضطرابات المزاج اللي هي ثنائي القطبين، بمعنى انه المود سوينجز هي حاله من تارجح المزاج. Profound depression يعني ايه؟ يعني المريض بيمر باتاك او ايبيسود الفتره دي، وتاخد وقتها كل الاعراض اللي بيشتكي منها اعراض الاكتئاب، تمام؟ تو اكستريم ايفوريا، وبعدين ينتقل لأتاك أخرى أو إبيسود أخرى اللي هي أعراض المانيا، الهوس أو الزهو. الفترة اللي بينهم with intervening period of normalcy، ممكن يكون في فاصل بينهم فترة عادية ما فيهاش أي كومبلين، أو ممكن أتاك تلاحق أتاك مباشرة، تيجي بعد أتاك، يعني في أتاك تيجي بعد الأتاك اللي قبلها. عندي الباي بولر، في باي بولر 1 وباي بولر 2، ثنائي القطبين. النوع الأول is the recurrence and alternation between، هو حالة من التناوب
بتتم ما بين المانيك ابيسود اللي هي فترات الهوس او المعنى المانيك اللي هو الهوس او الزهق عكس الاكتئاب يعني مانيك ابيسود اند ديبريسيف ابيسود يعني فتره زي ما اتفقنا المريض بيشتكي فيها من اعراض المانيا وفتره اخرى من اعراض الاكتئاب with a disease-free interval in between. والفترة اللي بينهم ممكن ما بيكونش فيها أي أعراض. فترة فري. طيب. بالنسبة للمانيك أتاك. وقت ما المريض بيكون في هذه الأتاك. إيه الكلينيكال بيكتشر؟ كالتالي. مريض في حالة الهوس أو في فترة الهوس أو الزهو. إيه الأعراض اللي يبتدي يشتكي منها؟ هنبتدي نشوف أشياء نقيض لحالة الدبريشن. يعني إيه؟ inappropriate euphoria على مستوى المود في euphoria فاكرين لما اتكلمنا في المود elevation اول ليفل اتكلمنا عنه اللي هو ايه الايفوريا اللي هي intense elation يعني ارتفاع البهجه ايوه اللي هو بقى مش بالمستوى اللي احنا بنتوقعه مستوى غير طبيعي اعلى بيقول عاده المود بيبقى elevated mood او up mood او down mood هنا المود elevation اعلى مستوى ثانيه واحده بس معلش اعلى مستوى من السعاده والبهجه والانبساط اتفضل في فرق بين البانيك اتاك والمانيك اتاك طبعا البانيك هنا انا بتكلم عن الانكزايتي الهلع او الذعر اما المانيك فده الهوس او الزهو حالة mood disorder الانكزايتي البانيك دي اكستريم ليفل اوف انكزايتي اعلى مستويات الانكزايتي البانيك اللي هو الذعر او الرعب اعلى مستويات الانكزايتي بتحصل بالشكل الاكيوت لما الشخص بيتصادف مع موقف فوق قدراته ما يقدرش لا يتصرف ولا يقدر يهرب ولا يواجه اما المانيك اللي هي جايه من مانيا المانيك اتاك ان هو المريض هنا في فتره او بتعرف بحاله الزهو او الهوس عكس الدبريشن تماما طب دكتوره هسه لما مريض يدخل على مستشفى تمام بعدين فجاه يحكي انا الشرطه بدها تاخذني ويقعد يصرخ انه في حدا بده يلحقني ومش عارف شو هاي مانيك اتاك زي هيك مانيك اتاك بتكون لا ما احنا هنوصف حاله من عرض واحد ولا هنتكلم على عده اعراض لا انا عندي دياجنوست طيب انت لما بتقولي المريض بيجي وبيصرخ وبيقول حد بيلحقني ده تفسير لنوع معين من انواع الديليوجن يبقى هنا انا بتكلم عن عرض مش بتكلم عن دياجنوست صح مظبوط تمام فاذا ما يكونش مريض كمان اي اي يعني لو احنا فسرنا الموقف اللي هو بيقول فيه بيتكلم فيه دلوقتي ده معناه ايه لو احنا فسرنا معنى انه بيقول حد بيلحقني بس هو دكتور مش مريض ده معناه ايه واحد حكى هو مش مريض واحد حكى له الشرطه بدها تيجي تختك ومش عارف شو وخاف صار يصرخ لا دي مالهاش علاقه بالمني لا مالهاش علاقه بالمني على حسب السيتويشن اللي بيحكي له فيه ده بجد ولا ايه بالظبط يعني تفاصيل في خلفيه عن رد الفعل يعني في لازم يكون في خلفيه لكن لما باجي اتكلم عن المانيا او المانيك اتاك هي ما لهاش علاقه باللي انت اتفضلت بيه دلوقتي خالص فاذا في المانيك اتاك على مستوى المود في عندي اب مود شكل المود ايه ان ابروبريت ايفوريا وهي ليه ان ابروبريت لان حاله السعاده والانبساط العاليه قوي دي اللي اعلى مستوى لا يعني ما فيش عندي مثير او ما فيش اكسترنال ستيمولاي يدعم كده مش لها علاقه بالواقع مال بالظبط cheerfulness حالة من السعادة زي ما اتفقنا أعلى مستويات السعادة طيب ده على مستوى المود على مستوى السبيتش الكلام شكله إيه الكلام الريت سريع رابيد الصوت الفوليوم لو تكلم بصوت عالي على مستوى الكمبريشر السبيتش يعني كلامه كتير جدا في تدفق في الكلام في ضغط هنا بمعنى إن المريض ما ينفعش حد يقطعه مال يتكلم ويسترسل في الحديث لوحده ما يقدرش حد يوقفه ولا ان هو عادة هو بياخد صفة المسيطر على الحديث كلامانجي يعني بيك ماوس توكاتيف اللي هو السرسار يعني على مستوى ديستربنس ان فورم اوف ثوت في فلايت اوف ايديا يبقى المانيك اتاك فيها كمان الفلايت اوف ايديا اكسلريتد ترين اوف ثوت يعني ايه يعني قطار او مسار الافكار عنده سريع جدا لدرجه انه بينتقل من فكره لاخرى دون ان يتمم ايا منها فتح موضوع ما خلصوش عمل جامب لموضوع اخر ما خلصوش
عمل شيفت أو جامبينج آخر لموضوع ثالث وهكذا، اللي هو تطاير الأفكار. كمان ضمن الكلينيكال بيكتشر إن the patient has impression of living intensely or being tireless، يعني في انطباع معين موجود عند المريض إن هو عنده طاقة وعنده حيوية، عكس بقى مريض الدبريشن عنده طاقة وعنده حيوية ومش ممكن أبداً إنه يشعر بحالة من الألم أو من التعب أو من الضعف أو من الوهم. كلها أحاسيس كاذبة، كلها أحاسيس ما هياش حقيقية، لأن إحنا كبشر أياً كان قدرتنا فعندنا مستوى معين. بتلاقي أنت بادئ يومك مثلاً بنشاط، بتقوم بأكتر من تاسك، بتبقى على بعد كده على مدار اليوم تعبت، محتاج راحة شوية عشان تستأنف إيه مسيرة بقية اليوم. ده الطبيعي، ده العادي. لكن إن إحنا نقول حد ذو قدرة خارقة بقى، شخص ذو قدرة خارقة عنده من هذه القدرة اللي يخليه يفتح في أكتر من تاسك في نفس الوقت مالتيبل بروجكت، ده شيء إيه؟ ده شيء مش طبيعي، ده إحساس مش طبيعي لدى الشخص. وبيخليه بيخلي الإحساس بيخلي الشخص ده يعمل إيه؟ لو أنا هفترض أن أنا طبيعي خالص في بيتي مع عيلتي مع أولادي في يوم أجازة مثلاً، والله هشوف شؤون بيتي أو الواجبات المنزلية، هتلاقيني مثلاً إيه؟ بنظف البيت، طب بعد ما خلصت تنظيف هعمل أكل للولاد، طب بعد ما خلصوا هشتغل مثلاً هغسل. يعني بتلاقي مفيش حد، الأمر الطبيعي إن مفيش حد بيفتح في أكتر من تاسك في نفس الوقت وهو في حالة وفي نفس الحالة ما بيخلصت ولا تاسك فيهم للنهاية. ده أمر إيه؟ ده أمر مش طبيعي، راجع لي إنه المريض عنده إحساس إنه ممتلئ ومفعم بالحيوية والنشاط، ومش ممكن أبداً يشعر بالإجهاد ولا بالتعب. كمان the patient switches from laughter to tears، بيتغير كمان الوضع لدى المريض من حالة من البكاء، حالة من الضحك، مش سمايل يعني يضحك بصوت، لحالة من البكاء، from an attitude of familiarity to aggression، من وضع احنا واخدين عليه في شيء عادي بالنسبة له لحالة من العنف. ده كله متأثر طبعا بتغير المزاج. social disinhibition، كمان على مستوى السلوك الاجتماعي في عندي ايه بعض السلوكيات اللي نقدر نقول ايه خارج عن النص او خارج عن الادب، mainly sexual. يعني وارد ان احنا نلاقي في اشارات الفاظ او اشارات من المريض يعاب عليه ان هو يتصرف التصرف ده. طبعا احنا مش هنقول له عيب وغلط، بس في تفسيرنا ليها هنقول ان هذه التصرفات مش اجتماعيا مش مقبوله. مني سيكشوال انه ممكن يبقى كاشف منطقه معينه من جسمه، ماستيربيشن، يعني تصرفات من هذا النوع. excessive movement and constant agitation، على مستوى الحركة في حركة زيادة جدا، في نشاط حركي زائد قد يصل لحد الهياج. في عندي كمان ضمن الفيسيولوجيكال manifestation في refractory insomnia، يعني حالة من الأرق. يعني ايه refractory؟ يعني ايه يا جماعة refractory؟ عارفين معنى الريفراكتوري يعني ايه؟ طيب بتشوفوا معناها؟ إعادة التأهيل. إعادة ايه؟ تأهيل؟ لا 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 لا، هي كلمة الريفراكتوري معناها غير مستجيب، غير مستجيب. يعني ايه؟ يعني عادة لما تلاقي فيه مشكلة زي كده عند المريض بتقعد تديله بعض من الإرشادات، والإرشادات دي لو هو نفذها أو تعليمات معينة لو نفذها بتجيب تأثير. هنا الريفراكتور انسوم يعني نوع من الأرق غير مستجيب، غير مستجيب لتعليمات أو لإرشادات معينة. بمعنى المريض عنده أرق زي ما اتفقنا، يعني إيه؟ يعني عدد ساعات نومه مش بنفس الكم المعتاد. يعني كان المريض معتاد مثلاً سي بينام 8 ساعات، فدلوقتي بقى إيه نايم بينام له 3-4 ساعات، فكده في إيه؟ في خلل على مستوى إيه؟ مدة النوم كالمعتاد بالنسبة له. أنا مش بقارنه بنفسي على فكرة، أنا مش بقارن عدد ساعات نوم المريض بعدد ساعات نومي أنا، أنا بقارن عدد ساعات نومه دلوقتي بعدد ساعات نومه المعتاد عليها. تمام؟ طب إيه السبب إن المريض لا يستجيب لتعليمات معينة أو إرشادات معينة عشان تتحل المشكلة دي؟ طيب السبب هو فيها كالتالي،
هو انا عندي هنا المريض وهو في فتره المانيك اتاك هو عنده ديليوجن تحديدا الديليوجن اوف جراندير تمام او البارانويد ديليوجن البارانويد ديليوجن اللي منها ديليوجن اوف جراندير فيها يعني ايه بقى يعني فيها بيعتقد المريض انه حاشا لله اله زعيم رئيس دوله او زعيم امه هل الشخص اللي بالكاركتر ده وفي الفيجر ده ينفع ينام او يغفل له عين طب ما مين اللي هيتابع حال الرعيه فنلاقيه فنلاقيه المشكله عنده ايه بقى انه عنده ارق طول الليل مش عارف في خلل في كم نومه طول الليل لانه لو غفل وضع الرعيه ايه هيتضغط يعني كانه هو السنتر النقطه الرئيسيه بالظبط بالظبط هو المسؤول هو البيج بوس زي ما بنقول ما ينفعش ابدا يغفل ولا يغفل له جفن طيب دي ده سبب او ده تحليل الانسومنيا لدى مريض لدى المريض في حاله المانيا او المانيك اتاك كمان عنده ديستراكتابيليتي اند على فكره هي ممكن تبقى نفس المشكله في اكتر من دايجنوزس بس لكل مشكله بس لكل دايجنوزس سبب المشكله له تحليل مختلف تمام عندي الديستراكتابيليتي والديمينشد اتنشن اند كونسنتريشن عنده حاله من بيسرح ونقص في الانتباه طب ايه سببها خلينا مشتت ايه سببها ايه تحليلنا ليها بقى يعني في حاله المانيا وقت المانيك اتاك ليه سبب ان يخلي المريض يسرح ومش منتبه ايه ممكن سبب مشكله زي كده مشكله زي كده هو عنده ديليوجن فكل انتباهه فما ينفعش ابدا ان يبقى منتبه معايا لتاسك معين هنقوم بيه تمام عنده هلوسينيشن برضو منتبه للاصوات اللي بيسمع لها او الرسائل اللي بتجيله فبالتالي في كوجنيتيف انفايرمنت في خلل في الوظائف المعرفيه اللي هي تحديدا الاتنشن والكونسنتريشن البيشنت بالنسبه للمانيك اتاك اكسسيف ايتينج بياكل كتير ليه بياكل كتير شو السؤال دكتوره بياكل في اكسسيف ايتينج بياكل كتير ما عندهوش مشكله بور ابيتايت لا الابيتايت عنده شهيته للاكل مبالغ فيها زايده ايه السبب في حاله المانيا ايه السبب يا ترى ليه مش بيبذل مجهود مش في اكسسيف موفمنت صح في حركه وفي نشاط بدني زائد طب ده بيستوجب ايه؟ ان ياكل كتير عشان يحقق السعرات الحراريه المطلوبه مش كده؟ مظبوط صح مش كده؟ طيب اذا احنا لازم ناخد بالنا من ايه بقى؟ لازم ناخد بالنا بما ان اتكلمنا عن الابيتايت تحديدا وانه بياكل كتير لازم ناخد بالنا ان ياكل الاكل اللي يلبي له احتياجاته من السعرات الحراريه. طيب انا عندي المريض وقت المانيا او في المانيك اتاك بيتصف او بيتسم بان هو مش صبور ما يقدرش المريض ده اجي اقول وقت الغداء هيقعد على طاوله الاكل وياخد الوجبه بتاعته اللي هو احنا معتادين عليها في وقت الغداء طبق رز خضار سلطه قطع من اللحم مثلا مش هينفع يقعد لان هو اصلا ما عندوش تحمل ان يركز في مكان حركته كتير اللي عنده حركه كتير ده يقدر يقعد له 10 دقايق ربع ساعه لغايه ما يخلص وجبته للنهايه لا مش هيقدر ما عندهوش الاتيتيود ده او هو غير وان بيشنت وان توليرانس وغير صبور ومش متحمل انه يقضي وقت في تاسك واحد فايه بناء على كده لازم نعمل ايه لازم ناخد بالنا ان نوعيه الاكل للمريض في هذه الحاله يبقى اكل يقدر يشيله في ايده ساندوتشات او اكل معين يقدر ان هو يتنقل بيه او يشيله في ايده وتلبي له احتياجاته من السعرات الحراريه اللي تتساوى مع الجهد البدني اللي بيبذله ماشي طيب ايه كمان في عندي كمان لما نيجي نتكلم عن المانيك اتاك فيها ضمن المانفستيشن سايكوتيك سيمبتومز اما نيجي نقول السايكوتيك فيتشرز او السايكوتيك سيمبتوم لازم نتكلم عن الديليوجن والهلوسينيشن في ضلالات وفي الهلوسينيشن
نفس القصة لما نيجي نتكلم عن الهالوسينيشن، بما ان الباي بولر يندرج تحت الفانكشنال سايكوزس، الاضطرابات الذهنية الوظيفية، فبالتالي لازم يكون اكثر الانواع الهالوسينيشن الفيجوال والاوديتري، وتحديدا الاوديتري هالوسينيشن الهلاوس السمعي. طيب خلينا نركز في النقطة دي، المريض لما هيسمع هيسمع ايه؟ يعني ايه مضمون الرسائل اللي هتجيله؟ اذا حد بيحكي معه زي السويسايد دكتورة اكثر شيء، او انه يشخط حاله يضرب حاله، او انه ينتحر أو يقدر اللي طب حوله. خليني بس عشان اوصل لكم اللي انا قصدي عليه، لما اجي اربط ما بين الرساله اللي هتوصل له او الصوت اللي بيسمعه له هيقول له ايه، وبين حالته المزاجيه اللي هو حاله الانشراح والانبساط والسعاده المطلقه اللي هو فيها، يبقى هنا الرساله دي او الشخص اللي بيتكلم معاه هيبقى مضمون الكلام ايه؟ العكس، عكس الحال اللي هو فيها. يعني هتبقى ايه زي ايه؟ مثلا المريض كان يضحك، راح تجي افكار او رسائل انه لا يصير عيط او يعني لا 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 لا. خليني بس علشان نقول كمثال المريض في وقت الدبريشن او في حاله الدبريشن وفي حاله المانيك اتاك. طيب هنا في المانيا هو مزاجه عالي، فغالبا الاصوات اللي هيسمع لها مضمون الرسائل اللي بتبعتها، مضمون الرسائل اللي بتوصل له مدح وثناء، حالة من الشكر والمدح. المزاجه هنا ايه؟ هي colored by mood. مزاجه هنا مزاجه عالي مبسوط، تمام؟ اما في حالة depression فالاصوات اللي هيسمع لها فيها نوع من الذم، واللي تخليه هنا ايه؟ اللي متأثرة بcolor بالmood color، مزاجه مش حلو، فالاصوات اللي هيسمع له في بعض الاحوال الصوت هنا او الصوت اللي بيتحاور معاه فيه ذم، تمام؟ او سب. طيب خلينا ان شاء الله المره الجايه بنكمل عشان باقي من الوقت اقل من 3 دقائق عشان نكمل محاضرتنا اللي جايه بعون الله. احنا مع بعض الاسبوع اللي جاي. في عندي محمود. يا محمود. يا دكتوره. محمود انت موضوعك عن ايه يا محمود؟ عن الاوسيد دي دكتورة. عن الأوس دي. عن الأوس دي برضو؟ انت ليش منستقيم مع بعض؟ طب انت لوحدك ولا معك حد ولا ايه يا محمود؟ انا معي قصي انا بس ما بعرف وينه. وانا اللي هعرف بقى يعني هنعمل ايه بقى في الموضوع؟ يعني المقصد شكله مداوم هو. يعني مش ما بتعرفش دلوقتي لكن ممكن توصل له يعني. مزبوط صح دكتورة. خلاص انا افتكرت انت مش على تواصل معاه اصلا يعني. طيب على لا مداوم دكتورة. طيب على كل ان شاء الله تعالى فرصتكم يوم الاحد اللي جاي بامر الله تقدموا، وده بيكون اخر موضوع للسيمينار، لكن احنا بنكمل محاضرتنا وبتاخدوا وقتكم وتقدموا في السيمينار، وعندنا كمان لقاء اخر لغايه يوم الثلاث، يعني احنا مع بعض لغايه يوم الثلاث، ومنها كمان بتاخدوا علامتكم كلها من 50 بقى شكلها النهائي ان شاء الله. بامر الله. انت نزلت علامات هسه صح؟ والله انا نزلت علامات بس لسه في بعض الطلاب يعني. نعم؟ لبعض الطلاب نزلت صح؟ انا نزلت للكل بس في ايديت للبعض. يعني وارد. في يعني ممكن يبقى في تغيير. تمام؟ عشان كده انا مستنيه ايه بقيه الناس تاخد فرصتها وتسلمني وتقدم السيمينار بتاعك. على خير. عشان نشوف ايه الوضع. ربنا يخليك. وصلت لكم انتوا بتشوفوا العلامه صح؟ بتظهر لكم على الموقع. انا شفت الحمد لله. نزلت العلامه. حلو. يعطيك العافيه دكتوره. مبسوطين. والله الحمد لله. الحمد لله. مبسوطين الله يعطيك العافيه. ربنا يديم عليكم دكتوره. السعاده الحقيقيه. دكتور فاطمه. نعم انا. دكتور فاطمه يعني في احتمال تغير العلامه؟ صالح؟ فيصل فيصل. فيصل؟ انت خايف يا فيصل؟ ثواني يا فيصل، انت خايف ولا ايه؟ والله دكتور انا مبسوط بس اذا تغيرت ما راح اكون مبسوط يعني. راح تغير الاحسن ان شاء الله. ان شاء الله ده الاحسن يا ليت عشان يا فيصل يا فيصل انت بالذات انا عايز اغير لك مش للاحسن. لا والله يا دكتوره وانت عارف ليه؟ الله يعطيك الخير يا دكتوره. انت عارف ماشي عشان خاطرك يا عشان خاطركم كلكم. انت عارف ليه يا فيصل؟ ربنا معاك دكتوره. انا وفيصل نفس السيمينار ترى. لا لا بص يا محمد ما تضمش نفسك مع فيصل دلوقتي لان فيصل له خلفيه مختلفه. خلاص فيصل مالكش دعوه بيه. خلاص ماليش دعوه فيه. نزلت علامات؟ نعم نزلت علامات. خلاص يا صالح كم مالك دكتوره؟ يا هتعرفها شوفها على السيستم يا صالح. ها
يا صالح يا صالح انت 46 يا صالح. طيب يا محمود 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 وقصي المرة الجاية بتقدمه ان شاء الله عشان ما غيرش. ماشي يا استاذ دكتور، نشوفكم على خير. شكرا دكتور.